مساء الخير والسعادة على كل اللي بيتفرجوا علينا من كل مكان. أهلا بحضراتكم، أهلا بكل جماهير النادي الأهلي في حلقة جديدة من ملعب الحريفة. وأهلا بك يا أميرة. أهلا بك يا هنودة. مساء الفل عليكم ومساء الفل على كل اللي بيتابعونا على شاشة قناة الأهلي. حلقتنا النهاردة مليانة مواضيع وأخبار عن النادي الأهلي وكواليس المباراة الأخيرة واستعداداته في أفريقيا ومواضيع تانية كتير. فخلونا نبدأ فقرتنا الأولى النهاردة ونشوف معانا أخبار إيه في السريع. أول خبر معانا النهاردة تعادل النادي الأهلي مع فريق الداخلية بهدف لكل فريق في المباراة اللي اتلعبت امبارح على استاد الأهلي بالسلام، وده ضمن منافسات الجولة العشرين في بطولة الدوري الممتاز. وجي الهدف الأول للأهلي عن طريق محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 70، وتعادل بعد كده لاعب الداخلية رشيد أحمد بهدف في الدقيقة 90، علشان بكده يرتفع رصيد الأهلي ل 41 نقطة في صدارة ترتيب الدوري مع وجود 3 مباريات مؤجلة لسه ما تلعبوش. بالظبط، ان شاء الله نقدر نفوز فيهم علشان نحسم الدوري، علشان نقدر نركز اكتر في افريقيا اللي الاهلي المفروض انه بيستعد